تجمع قلوب الرائعات جد ومزاح طيب وسمح بيت البنات أو عليهم كلهم سكر نبات في بيتهم بيت البنات أو عليهم كلهم سكر نبات في بيتهم بيت البنات بيت البنات بيت البنات يتهاوشون ويزعلون وعيونهم متفاهمات يتكاسفون الأمنيات دايم وهم عطر الحياة يتعاونوا ويتعلموا من بعضهم والفرحة تسكن بيتهم بيت البنات يازلهم في بيتهم بيت البنات يازلهم في بيتهم بيت البنات بيت البنات بنات شوفوا كيف البيت يجنن شوفوا كيف الوان ان شاء الله قولوا يا بنات ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أحسن من البيت القديم بالديكور هنا مرة حلو يا بنات البيت القديم أحلى ما عندك ذوق البيت القديم أحلى يعني صراحة صراحة البيت القديم أحلى هذا ما حلو ما يعجبك شيء أنت حتى لو صممنا لك قصر ما يعجبك مالك شغل وهذا رأيي وأنا حرة فيه خلاص يا أخي ما لازم تسوي مشاكل لا والله مش قلت ان البيت ما عجبك كيف الحين عجبتك الغرفة خلاص طب الحين الغرفة عجبتني بعدين لما تيجي جوري نحدد مين ينام هنا وكل ينام بس انتبهنا يا فاهمة لا والله مو على كلمة جوري يا غلا مصير كذا كل عنان بعدين جوري هي اختنا وهي صاحبة الفكرة ترى جد ايوه صح جابت اغراض كثير للبيت الا صحيح بنات وين جوري تأخرت اليوم علينا ان شاء الله ما تيجي اليوم قد ايش انت حقودة يا غلا مره مالك شغل اسكتي بس ترى يا غلا جوري دائما تذكر بالخير بس انتي تستاهلي اصلا انا عارفه ان لازم تذكرني بالخير لان اصلا انا الحب وما انكره واثقه مره من نفسي مالك شغل اسكتي بس يلا خلينا ننزل يلا يلا بنات هلا بطني يعورني تبيني اقولك ليه ايوه قولي ايش ترى انا اعرف من ايش بس ما يعني مو ما بقول كذا ابغى اشوقك تحمسين اني اقول لك ايوه قولي من كثر الاكل اللي تاكليه ويا لا يا شنو يبان فيك ما يبان فيك انا لا خيارك اجل مين شوفي كذا كسرت فمك كانك في مسلسل بؤساء خوفتوني مسلسل بؤساء حلو صح لا والله بس دمك ثقيل شكلها جوري جت ما شاء الله لما جوري جت صرت زي الثعلب المكان خلاص انا بقوم افتح الباب انا بقوم لا انا كيفكم؟ هاجر كيف حالك؟ الحمد لله وانتي؟ بخير الحمد لله أنا حبيبتي كيفك؟ تمام وانتي؟ طالما شفتك أنا مرتاحة فين تأخرت علينا جوري من أول؟ دقيقة قبل ما أقول لك ليش تأخرت بس أحس إنه في وحدة ناقصة ما سألت عليها قالك غلط
كيف حالك يا غلا؟ والله آسفة إني ما سلمت عليك يا أول وحدة. بس لا تزعلي، الحمد لله وثانكم خليتني آخر وحدة. لا والله، أصلا مو قصدي إني أخليكي آخر وحدة. حنين وسامي استقبلوني، ويارا وحلا أول ما دخلت سلموا عليا ورد السلام، إلا أنتي كنتي ساكتة. أوكي حقك علي، أنا آسفة أنا غلطانة. بنات والله من جد إيش باغي اليوم؟ المهم الحين بوريكم إيش موجود في الكيس. بس يجي ناشف، أبغى موي، أبغى عصير. تستاهلي أحلى موي، بروح أجيب لك أنا. أنا بروح. لا أنا. شكرا والله، بس خلوني أوريكم إيش موجود في الكيس بعدين على راحتكم. يا شيخة ترى مو ضروري نعرف. أكيد ضروري، لما تسوي الغمض عينك لا تشوفي. طب الحين بوريكم. مين جابت لك امك؟ دقيقة، ايش دراك ان ماما هي اللي جابت لي؟ توقعت. تمام. دقيقة، اللي في الكيس النص بالنص. هو لو بيدي كنت خليت النص بالنص، بس ما ينفع. ليش؟ عشانه جوال. الله دقيقة، بعطيكم واحدة واحدة، بس ارجعوا مكانكم. يلا ورينا رجعنا. الله يجنن، مبروك. الله يبارك فيك من زوجك. شكرا. ما شاء الله حلو، مبروك. الله يبارك فيك. هنيت في يا جوالي. يا ليت عندي نفس جوالك، عادي تعطيني بس يوم واحد. لا تحسبينه لعبة. خلاص ايش بك عليها؟ طيب هدي. ما ينفع نعطيك يا سامي حقها الجوال. ترى الجوال اصلا ما ينفع. خلاص بنات هدوا عليها، حرام. شفتي كيف؟ كلهم متفقين انه اصلا جوالها مو لعبة. ما ادري كيف تفكرين. قهرتيني يا غلا، راح انتقم منك. حاضر، راح تشوفي ايش اسوي فيك. الحين مسوين انه جوال نادر في السوق، واني ما اقدر احصل القى واني ما اقدر القى مثله. ترى السوق مليان منه، وبكره خلي ماما تشتري واحد احلى منه. لا احنا ما قلنا كذا، بس نفرح لصديقتنا. عادي حتى لو امك اشترت لك، انا بفرح لك من كل قلبي. شفتوا اني انا نحب وما انكره؟ ايوه انت تتحبي وطيوبه واحسن منك كمان. بنات من جد من جد من جد، يمكن هذه ثالث مره او ثاني مره اسالكم، ايش بها غلا اليوم متغيره كذا؟ انت اصلا عارفه طبعا، الحين ما عليك انها تعالي معي بطوخ بنسوي شيء. اوكي يلا يا بنات. لحظه، غلا تعالي معنا شاركينا افكارك. راسي مليان افكار بس ما حاب اعطيها لاحد. اوكي براحتك. يلا يا بنات يلا يلا. غلا تعالي معنا. اها طيب يلا روحي وانا اجي. طيب يا بنات ايش ناويين تسوون؟ انا عندي اقتراح، نسوي اي طبخه جديده ونتعلم. انا ما بكب، بس اني يارا ما تدخل المطبخ. اسكتي بس يا فالحه. لا ان شاء الله هي بتساعدنا وكذا. تاخرت عليكم صح؟ ايوه بس فين كنتي؟ ما عليك زحين بساعدكم. اوكي يلا ننظف الصحون عشان انا وصول المطبخ خاصه. روحي نتنشفي. الجوال النادر اللي ما في منه من السوق مثلاً. خلي أعذبها شوية، خليها تتعذب شوية، وأشفي غليلي منها، وبعدين أرجع لها بكرة، لا من شاف ولا من دري. بيت البنات يجمع قلوب الرائعات، جد ومزاح طيب وسمح. بيت البنات الله عليهم كلهم سكر نبات، في بيتهم بيت البنات الله.
سكر نبات في بيتهم بيت البنات بيت البنات بيت البنات يتهاوشون ويزعلون عيونهم متفاهمات يتكسفون الأمنيات دايمهم عطر الحياة يتعاونوا ويتعلموا من بعضهم والفرحة تسكن بيتهم بيت البنات يازنهم في بيتهم بيت البنات يازنهم في